هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. شكرا سيد وسام سمحنا. شكرا للحضور. أول شيء نبدأ به يعني ما دعسنا أن نقول بعد مقدمة رائعة ديالك السيد في حق المرحوم حسن أبشارات الأسيرة. إن لله وإنا إليه راجعون. فقدت مدينة محمدية رجل رياضي رجل عظيم أعطى للكرة الرياضية ولمدينة محمدية الشيء الكثير. تنتمنى إن شاء الله يعني هذا ملتمس أن ما نقوم به الآن كان أحسن مما كان أن يكون في الحياة دياله يعني قبل من الممات لأن فعلا التكريم سيكون في حضور وجود الرياضي كيفما كان نوعه. اليوم تنتكلم على رياضي يعني مدينة المحمدية أعطت الكثير، أعطت لاعبا كبار، أعطت الكرة المغربية منهم حاج محمد فراس تتمنوا إن شاء الله الصحة والعافية، أعطت مرحوم طار عد كما جاء على لسان ديالكم السي أبو السالم طار عد يعني اللي أعطى كذلك الكرة المغربية لاعبين كذلك كثر. نتمنوا القادم يكون أحسن. نتمنوا أن الإدارة الوصية على هذا المجال الكروي ألا وهي الملكية المغربية لكرة القدم والناس الصاهرين وجميع المتداخلين أنهم يعطيوا قيمة للاعب والرياضي في الحياة ديالو. هذا نداء السي أبو السالم. إن لله وإنا إليه راجعون. شكرا للناس اللي حضروا اللي تحملوا أباء السفر والجو من مدن أخرى. شكرا للرياضيين اللي أعطوا كذلك الكرة المغربية وأعطوا يعني واحد اللمسة وبينوا المغرب بحلة جيدة. احنا كنا تنعقلوا على اللاعبين يعني احنا كنا صغار شباب المحمدية كذلك كانت زاخرة يعني بالمواهب. كل الشكر والتقدير للجنة المنظمة السي بن منصور يعني الرياضة والصدقة محمد وكذلك الناس اللي حضروا معنا. شكرا لكم جميعا. والمؤسسة أيضا للمنطقة شكرا لمديرها السي معروف شكرا. لماذا المحمدية والسي حسن؟ المزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.